هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، عبارة عن أحد الورود التي زرعت فيها أحد النبات الفطريات. طبعا يوجد فصائل كثيرة جدا داخلها مثل ما تلاحظون، يوجد عليها فطريات لونها أبيض وفطريات لونها أسود خطيرة جدا. طبعا الفطر الأسود يعني سائد، والفطر الأبيض ممكن تقتله بالمضادات الحيوية. وصراحة يعني عملية تليف الأنسجة واستخراج ميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها من أجمل التجارب، أنا أنصحكم في تجارب مثلها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.